أيها السادة، عودا كريما إلى ساحة القرآن الكريم ومع القارئ العلم الكبير فضيلة الشيخ محمود عزام القارئ الكريم وابن الكرام، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس
فلما قوى زيد منها وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إذ تكون للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
كان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا Thank you.
ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين وداعا
فدع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى استمعنا لما تيسر من سورة الأحزاب ومن آيات خير كتاب أنزله المولى رب الأرباب على قلب نبينا المصطفى الأواب. وكان ذاك بالمدينة وهي خير الأعتاب تلا علينا برزق وصواب فضيلة القارئ الشيخ محمود عزام القارئ الكريم وابن الكرام. والمقيم بكفر ميت العمسي من وفية نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا والدنا الحاج أحمد الصباحي من خيرة الرجال وله مع الوالد خير الكفاح. اشكر اليه والدنا الحاج احمد الصباح فشرفا لنا وجوده بيننا حتى الصباح. كذلك اشكر للسيد النائب المنتظر الاستاذ احمد النادي والاستاذ السيد العيد والاستاذ محمد كمال. كما اشكر ايضا الى كل من شرف من آل خيال وآل الهوالي الزمرونية. ايها السادة باسم عائلات ابو العينين صغيرا وكبيرا وعنهم جميعا العاد السوقي والحاج عيد اشكر لكل من شرف بالعزاء. فراشتنا الكبرى الليلة الحاج عطية ابو غنيم دارة الحاج عبد الله. هندستنا الاذاعية محمد منصور جمعة منصور بالنفاس. هندستنا الكهربائية ياسر فرج بالزمرونية. مقدم ضيافتنا الحاج امين عبد الله بالزمرونية. مخرج الليلة ناصر صلاح ومصورنا صلاح ما